تخيل معنا انك ساكن داخل محمية طبيعية ايضا في وسط البلد. تخيل معنا انك ساكن في مجمع تحتوي على بحيرة طبيعية. خلوكم معنا راح نتعرف على اكبر مجمع في تركيا، مجمع تيبا كينت. طبعاً أول شيء راح نتكلم معاكم عن المنطقة اللي احنا موجودين فيها. المنطقة اللي احنا موجودين فيها اسطنبول الأوروبية، بالتحديد منطقة تكرداغ اللي هي غرب بحيرة بيوكتشيكمجا. المشروع اللي راح نتكلم عنه اليوم مشروع صراحة جميل ومرتب، وفيها جميع الخدمات اللي تأهل الواحد انه يعيش فيها. مثلاً أول شيء نتكلم عن مساحة المشروع. المشروع مبني على أرض مساحتها 6 مليون متر مربع، وهي تعتبر أكبر مجمع سكني في مدينة اسطنبول وايضا داخل تركيا. طبعا عدد الوحدات السكنيه اللي متوفره داخل المشروع عباره عن 2000 وحده سكنيه، جميعها فلل منعزله عن بعض او نقول مستقله، بمساحات ارض يعني تعتبر كبيره. مساحات الاراضي اللي موجوده فيها تبدا من 2000 متر مربع الى 5000 متر مربع. طبعا المجمع تحتوي على عده خدمات، منها البحيره الجميله اللي احنا موجودين بجانبها الان، وخلفها أو حوالينها عندنا جلسات جميلة مرتبة. أيضا إدارة المجمع عاملين لها تنظيف وترتيب جميل جدا. بالإضافة أنه عندنا مول تجاري داخل المجمع، طبعا حاليا مش أكتف مش شغال، لأنه عدد السكان اللي موجودين في المجمع يصل إلى 50%، يعني نقدر نقول 1000 وحدة سكنية حاليا مشغولة أو إنها مسكونة. الخدمات الأخرى اللي متوفرة عندنا في المجمع، طبعا عندنا جامع بالإضافة إلى جامعة بالإضافة إلى مدرسة، هذه اللي تأهل الناس لتعيش فيها بكل أريحية. طبعا مساحة شاسعة 6 مليون متر مربع، جميع الخدمات متوفرة فيها. أيضا ما ننسى أنه عندنا الماركت والأمور هذه أيضا موجودة، حتى يعني نشتري الأغراض اليومية، الاحتياجات اليومية متوفرة جميعها داخل المجمع. خلوكم معنا راح نشوف الآن فيلا نموذج طبعا مشطبة جاهزة، وأيضا عندنا فلل غير مشطبات، يعني اللي يشتريها راح يشطبها على حسب طريقته أو على حسب المواد اللي حاب يشغلها. خلوكم معنا نشوف الفلة الجاية. طبعا حاليا احنا متواجدين الان عند احدى الشركات اللي يملكوا عدد من الفلل في هذا المجمع. طبعا الشركة هذه عندها فلل نماذج مشطبة مثل اللي موجودة خلفي اللي انتم شايفينها، وجاهزة الحديقة فيها والفلة من الداخل، وايضا عندهم نماذج لفلل غير مشطبة تقدروا تتملكوها، والشركة نفسها تقوم بدور يعني التشطيب على حسب رغبة العميل او على حسب المواد اللي تحابين تستخدموها في الفلة. طبعا هذه الفلة احدى النماذج اللي هي مشطبة وجاهزة، واللي هم مستخدمينها كمكتب تجاري لهم. خلوكم معنا نشوف الفلة من الداخل. برج العقارية، جمال الدار وامان الاستثمار. وصلنا الان الى مدخل الفلة، اتفضلوا شوفوها معنا بالتفصيل. طبعا مسطح البناء عندنا 180 متر مربع على دورين. اول ما ندخل طبعا على يميننا عندنا دورة مياه، ممكن تشوفوها دورة مياه متكاملة. نقدر نذكر لكم انه الفلة هذه يستخدموها هم كمكتب، يعني الشركة اللي احنا موجودين عندهم حاليا يستخدموها كمكتب لانه عندهم عدد فلل. وهنا عندنا الصالة، طبعا الصالة مساحتها كبيرة جدا، تقدروا تشوفوها معي بالتفصيل. عاملين ما شاء الله جلسات جميلة هنا ناحية اليمين، وأيضا عندنا جلسات هنا أمامية بإطلالة جميلة على الساحة الخارجية للفلة وإطلالة على المسبح اللي موجود. تفضلوا معنا نطلع للحديقة أو الفناء الخارجي للفلة حتى نشوف. ما شاء الله تبارك الله، يعني زي ما أنتم شايفين المساحة
تبع الأرض اللي مبنية عليها الفيلا هذه اللي هي 2000 متر مربع، وهي أصغر مساحة زي ما ذكرنا لكم أنه في مساحات من 2000 إلى 5000 متر مربع. طبعا هذه الحديقة مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى عندنا بركة جميلة هنا، ممكن المنطقة اللي شايفينها خلفي الآن نحط فيها جلسات وتكون جلسات رائقة وجميلة. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة جدا، والفيلا لها واجهة خارجية جميلة جدا ومرتبة، تصاميم جميلة. طبعا هنا عاملين يعني جلسة اللي هي طاولة الطعام، سفرة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، بالإضافة لها مخرج الحديقة، وأيضا ما ننسى الديكورات الجميلة اللي عاملينها على الجدران وحاطين المراية هذه اللي تعطي مساحة أكبر للمنطقة. طبعا هنا عندنا المطبخ، المطبخ أيضا متكامل نقدر نشوفها معاكم. طبعا اللمسات اللي عاملينها تنسيق الألوان جميلة جدا صراحة، بالإضافة أنه متكاملة بالأجهزة نقدر نشوفها معاكم. الأرضيات فيها سيراميك 60x60 تقريبا، وعندنا غرفة صغيرة يستخدموها كمستودع. تفضلوا معنا، هذه الصالة منطقة الموزع الكبيرة اللي شفناها. هنا عندنا الغرفة الأولى، طبعا هم يستخدموها كمكتب. تشطيب صراحة جميل، ديكورات سقفية. عندنا الخشب، الدرج المؤدي للدور الثاني اللي راح نطلع وياكم الآن عبارة عن خشب حقيقي 100%، بالإضافة إنه عندنا منفذ هنا حتى تأخذ الفيلا من الداخل يعني إضاءة من الخارج. نوصل هنا للطابق الثاني، طبعا عندنا 4 غرف وغرفة تحت صارت 5 غرف. الفيلا هذه نموذج 5+1 عبارة عن دورين. عندنا 4 غرف حاليا هم مستخدمينها كمكتب، ان شاء الله راح نشوف معاكم الفيلا الثانية ونشرحها لكم من الداخل بالتفصيل، خليكم معنا. طبعا وصلنا الان للفيلا الثانية. الفيلا الثانية هذه عبارة عن مساحة البناء فيها او مسطح البناء 200 متر عبارة عن دورين، يطلع الاجمالي فيها 400 متر. طبعا هنا عدد الغرف اقل يعني 4+1، لكن الغرف مساحتها اكبر. اول ما نبدأ طبعا هنا عندي الموزع، وعلى يساري مباشرة راح يكون المطبخ. طبعا المطبخ راح يكون جاهز بالكامل، ومساحة المطبخ ما شاء الله مساحة كبيرة جدا، الدواليب تكون موجودة بالشكل هذا في المنطقة هذه. وهنا عندنا إطلالة أمامية على حديقة الفيلا نفسها، وإطلالة جميلة على حوض السباحة اللي موجود في الحديقة. طبعا الأرضيات فيها باركيه، بالنسبة للمطبخ سيراميك، بالنسبة للممرات باركيه. وهنا عندنا البوابة اللي تخرجنا للحديقة الأمامية. طبعا الفيلا فيها مدخلين، مدخل الأمامي هذا والمدخل الخلفي اللي دخلنا معه. طبعا المنطقة هذه ممكن تزرعوها على حسب رغبتكم، إما تخلوها مزرعة أو حديقة أو ألعاب مثلا الأطفال، تستخدموها على حسب الرغبة. وهذه الميزة في المجمع اللي احنا موجودين فيه الآن، لأنه كل فيلا تتملكوها تقدروا تغيروا فيها على حسب رغبتكم. عندنا هنا حوض سباحة جاهز، وراح يجهزوا الحديقة والفيلا تكون جاهزة. طبعا نرجع ثاني مرة داخل الفيلا، نشوف عندنا الدرج هذا المؤدي للدور الثاني، وراح نشرح لكم هنا عندنا الصالة. طبعا الأرضيات فيها باركيه درجة أولى، الحواف اللون الأبيض مستخدمينها، وعندنا ديكورات السقف أيضا جميلة. حاليا قيد التشطيب يبغالها يعني فترة 3 شهور تقريبا تكون جاهزة. هنا عندنا حوض السباحة، لو تلاحظوا معايا صراحة إطلالة جميلة جدا من الصالة على حوض السباحة، وعاملينها بطريقة حلوة، يعني ممكن المنطقة هذه تحطوا فيها جلسة تكون رائقة وتكون مطلة على المسبح. تفضلوا معايا، هذه الصالة الواجهة الأمامية للفيلا. طبعا التشطيب يعتبر سوبر ديلوكس، الموديل اللي مستخدمينها جميلة جدا. وهنا عندي الغرفة رقم 1 في الطابق الأرضي. طبعا الطابق الأرضي باختصار عبارة عن مطبخ، وعندنا الصالة بالإضافة إلى غرفة، وعندنا هنا دورة مياه رئيسية اللي تخدم الدور الأرضي طبعا هذه الكبيرة، وعندنا دورة مياه أخرى ثانية تعتبر صغيرة. راح نطلع معاكم للطابق الثاني، طبعا أيضا نفس النظام، الدرج اللي مستخدمينه نظام الخشب الحقيقي. نطلع للطابق الثاني، طبعا هنا عندنا المساحة هذه كبيرة جدا، نقدر نستخدمها ركن للكوفي مثلا، أو جلسة رائقة تكون لها إطلالة جميلة
على الحديقة الأمامية. طبعا هنا عندي غرفتين لكن مساحات الغرف ما شاء الله تعتبر كبيرة، يعني كل غرفة أتوقع تقريبا 4.5 في 3.5 تقريبا، ولها بلكونات صغيرة، بلكونات الفرنسية اللي نسميها هذه، بحيث أنكم تطلعوا وتكون لكم إطلالة على الحديقة الأمامية. طبعا نخرج من هنا نروح للغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية أيضا مثل ما أنتم شايفين مساحتها كبيرة وشرحة، نقدر نحط فيها 3 أسرة صغار أو نحط فيها غرفة كبيرة، السرير الكبير تكفينا بكل أريحية. هنا عندنا دورة المياه، لو تلاحظوا الرخام المستخدم فيها 120x60 معطية شكل جميل جدا. وهنا عندنا الغرفة الأخيرة اللي هي غرفة رقم 4، مساحتها كبيرة جدا، طبعا تعتبر الماستر روم لأنه فيها دورة مياه أيضا متكاملة، نقدر نشوفها معاكم. أظن الرخام المستخدم فيها اللون صراحة جميل جدا ومرتب، وهذه المساحة الكبيرة والشاسعة اللي نقدر نشوفها، نقدر نحط السرير في المنطقة هذه وأيضا تكون مرتبة جدا. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على المتابعة، ولا تنسوا زر الإعجاب وزر الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد، والأسعار والتفاصيل دائما زي ما عودناكم تكون موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.